كونيتشيوا ميناسانا، السلام عليكم، معكم ساكوراغي من قناة اوهايو اوتاكو. دي الصباح الخير، انا اوتاكو ومرحبا بك في فيديو جديد يتعلق بشينجي كنوكيوجين الهجوم على العمالقة. وبالمناسبة داك الجديد على قناتنا كالعادة ما تنساش الضغط على زر اشترك، الزر الاحمر اسفل الفيديو، واجعله يضيء بالبياض، اجعله رمادي، ولا تنسى التنبيه لكي يصل كل ما يتعلق بالانمي والثقافة اليابانية. ولا كنت من قدماء المحاربين ولا كنت من جيش اوهايو، ما تنساش الضغط على الزر لايك. لو لاحظتم اننا تاخر نوعا ما في وضع الفيديوهات، خصوصا فيديوهات ساكوراغي، فانا اعمل جدا جدا من اجل مفاجآت في شهر رمضان. ان شاء الله نحن نعد لكم فقرة رائعة متعوب عليها جدا من ناحية التقديم والمونتاج والابداع الى اخره، متعوب عليها جدا. ستكون مفاجأة ان شاء الله في اول يوم من رمضان على الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش. اذا ترقبوا هذا البرنامج، نريد ان يكون برنامج قنبلة هذا الموسم، قنبلة رمضان. ستكون مفاجأة ان شاء الله، ستعجبكم كما قلت على الساعة الثالثة. واذا ان شاء الله سنبدأ حلقتنا بعنوان كل ما يتعلق العمالقة التسع في انمي الهجوم عليقة. لذا بالمناسبة اذا كنت من متابعي الانمي، قومي ناساي، هذه الحلقة متعلقة فقط بمتابعي المانجا. لأن صراحة الأنمي، ماذا يوجد في الأنمي مقارنة بالمانجا؟ في الأنمي لا يوجد شيء. أنا أنصحكم بشدة كما أقول دائما، ابدأوا في المانجا، فالمانجا روعة روعة. إذن لنبدأ في الحلقة، Let's go. وإذا قبل أن نبدأ فيما يخص العمالقة التسعة بالضبط، ومنذ زمن طويل كانت يمير هي من تملك قوة العمالقة، وكان هناك عملاق واحد أو قوة يمير كما تسمى. ثم انتقلت هذه القوة بعد موت يمير إلى تسع عمالقة، وهذه القوة انقسمت يعني عشوائيا إلى مواليد شعب إلديا. وقبل الدخول في المعطيات سنعطي بعض التعريف كالعادة، لأن هناك أسئلة كثيرة بخصوص شينجي كنوكيوجين الهجوم على العمالقة وستتكرر. لاحظوا، من هو شعب مالي أو حكومة مالي؟ مالي وهي إمبراطورية تتحكم وتسيطر على القارة الرئيسية في خريطة أنمي الهجوم على العمالقة. مفهوم شعب إلديا أو إلديا، وهو موطن أو سموه شعب أو كما شئتم، وهو من تنشئة ييميرا، أنشأت موطن إلديا، وحاليا موطنهم الوحيد بعد حرب العمالقة أصبحوا الآن فقط يتواجدون على جزيرة البارادايز. وجزيرة البارادايز هي الجزيرة التي كما تسمى الآن داخل الأسوار، أو المدينة التي توجد داخل الأسوار. وهناك شعب ربما سيسميه شعب بين قوسين، سأفصله على شعب إلديا، وهو من شعب إلديا أصلا، ولكن تحت حكم مارلي، ويضع يعني ولاءه لحكومة مال. إذا قبل حرب العمالقة العظمى كانت كل عمالقة التسع تحت سيطرة إلديا، لكن بشكل ما بعد الحرب أصبحت حكومة مال تتحكم في سبع عمالقة. لكن حاليا إلديا حصلت على أربع عمالقة، وحكومة مالي تحتوي على خمس عمالقة. إذا كما لاحظتم هكذا سأقسم العمالقة، عمالقة مالي وعمالقة إلديا، وسنبدأ بعمالقة حكومة مالي. وسنبدأ بالعملاق المدرع، وسأقسم كل عملاق حسب امتيازه وصاحبه. إذا امتيازات العملاق المدرع أنه له درع قوي وبنية جسمانية قوية، ويحمي درعه ويحمي كل مناطقه الحساسة. وصاحبه هو راينر براون، وقد تم ذكر في المانجا أن قوته سيتم توريثها قريبا إلى أحد الجنود المحاربين. والعملاق الثاني وهو العملاق المتوحش، والذي يعتبر أقوى عملاق بعد العملاق المؤسس. امتيازاته أنه يستطيع التحكم في العمالقة على مسافة قريبة، وقيل في المانجا أيضا أنه يستطيع تحويل الإلديين بطريقة ما إلى عمالقة.
رغم يعني بدون تلك الإبرة أو ذلك السائل الذي يحولهم إلى عمالقة يعني عملاق جاهل، فعملاق متوحشي يستطيع تحويلهم إلى عمالقة، لكن لحد الآن لم تظهر الطريقة بالضبط، لكنها ذكرت في المانجا. أيضا يسمى برامي الحجارة لأنه يستعمل امتياز يديه الطويلتين، لأنه يستطيع رمي أي شيء ضخم، يعني يستعمله كذخيرة أو كرماية لكي يحطم بها الأعداء. صاحبه وهو أخ إيرين من أبيه، وهو زيكي ييغا، والذي ربما كما قال في المانجا ربما ستنقل قوته قريبا إلى جندي اسمه كولت. العملاق الثالث وهو العملاق الفك، صاحبه الأول وهو مارسيل، وهو صديق طفولة راينر وبيرتولد وآني، لكن تم أكله من قبل عملاق جاهل، جاهل بين قوسين، وأصبح هذا العملاق الجاهل وهو يمير كما نعلمه حاليا، فورثت يمير قوة العملاق الفك. لكن كما قيل أو كما ظننا أن العملاق كان باسم العملاق الراقص، لأن يمير كما لاحظنا من طريق تحركها إلى آخره، لكن لاحظنا أن يمير حافظت نوعا ما على شكل عملاقها الجاهل، يعني لم تتحول فعلا كما قلت يعني إلى عملاق خاص من بين عمالقة التسع. هناك من يقول أن يعني لم تتحول إلى شكل عملاق الفك بالكامل، لأنها لم تتحكم في العملاق الفك بشكل كامل. ولكن هنا ملاحظة أريد أن أضعها، وهي أن ليس كل من يأخذ صفة عملاق معين يصبح كما هو، يعني بمعنى يعني لو أن مثلا كما هو المثال في العملاق الفك غالياد أو باريت، قوة عملاق الفك لم يصبح كما هي الحال على يميل، وكما نلاحظ في العملاق المهاجم أب إيرين أي غريشا ييغا كما تشاهدون في الصورة لم يصبح كما هو إيرين حاليا، يعني هيئة العملاق تتشكل على حسب هيئة صاحبه، يعني إن كانت لديك قوة عضلات وتقنيات القتال كما لاحظنا مع آني، فآني كانت لها تقنيات قتالية ليست بسبب قوة العملاق بس بأنها فعلا تجيد فن القتال، يعني كل قوة العملاق تتكيف على حسب شكل صاحبه. امتيازات العملاق الفك أنه يعني له بنية جسمية ضعيفة، يعني وليس له جسم قوي، لكنه سريع جدا وله فك قوي تقريبا قادر على تحطيم أي شيء. وصاحبه الحالي وهو غالياد، وهو أيضا وهو أخ مارسل بعد أكله ليمير. العملاق الرابع وهو العملاق رباعي الأرجل، وكان أول ظهوره في معركة زيكي وليفاي، وكان هو فعلا المنقذ لزيكي، فزيكي كان فعلا ستكون نهايته مع ليفاي، وكان يناديه زيكي برجل العربة. امتيازاته صراحة قوته مجهولة نوعا ما، لكن له سرعة هائلة، ربما هو أسرع عملاق بين عمالقة التسعة لأنه يجري بأربعة أرجل، وتستغله مالي يعني في توصيل البضاعة أو لتركيب الأسلحة. وصاحبته الحالية هي بيك كما تشاهدون في الصورة، ملحوظة أخرى كما قلت، رغم أن هذه العمالقة تعتبر عمالقة تابعة لحكومة نارلي، لكن قوة العمالقة تورث فقط إلى الشعب إليا. والآن ننتقل للعمالقة التي تحت سيطرة حكومة إليا أو شعب إليا، ونبدأ بالعملاقة الأنثى وهي العملاقة الخامسة. امتيازاتها أن لها صراخ تستطيع منادات به يعني على بعد أمتار على العمالقة الجاهلة، وقدرته القتالية كما أقول دائما فهي ليس تابعة لقوة العملاق في القدرة القتالية، لأن آني ليونهارت وهي صاحبة العملاقة هي أصلا تجيد القتالات. في نهاية أرك العملاقة الأنثى ونهاية الأنمي في موسمه الأول كما نعرف جميعا، صلبت آني نفسها بمادة مثل الكريستال، لم يتمكن أحد من تكسيرها، وقامت هذا لكي تتفادى الاستنطاق أو الاستجواب، وهي حاليا تحت سيطرة الشرطة العسكرية. العملاق السادس وهو العملاق الضخم، هو أول عملاق من العمالقة التسعة الذي ظهر في الأنمي، وهو يعتبر أطول عملاق من بين العمالقة التسعة. امتيازاته أنه يستطيع إطلاق شعاع أو شعلة
تبعد أعداءه بعيدا أو قادرة حتى على إصابة الأعداء بأضرار بليغة على مسافة معينة، لكن هذه الميزة تجعله يتبخر كلما استعملها أكثر. وحتى كما لاحظنا في المانغا ضعفت قوته كلما استعمل هذه القدرة أكثر. صاحب العملاق الضخم السابق هو بيرتولد هوفر، لكن كما نعرف جميعا أنه تم أكله من قبل آرمين، يعني صاحبه الحالي وهو آرمين أرليرت. والعملاق السابع وهو العملاق المهاجم، وهذا العملاق في القدم كما علمنا أنه لم يكن لا مع شعب إليا ولا مع شعب أو حكومة مالي، بل كان هو جاسوس من حكومة جاسوس من شعب إليا، كان يعني مع نظام حكومة مالي، وكما نعرف اسمه وهو إيرين كروغر أو كما يسمى بالبومة. امتيازاته لحد الآن يعني مجهولة نوعا ما، لكن كما نعلم أن له بنية جسمية قوية ويستطيع فعلا التكيف مع يعني المعارك، وله يعني سرعة في تعلم تقنية المعارك. صاحبه السابق وهو غريشا إيغا وهو أب إيرين، لكن كما نعلم بلعنة يمير ويعني لعنة 13 سنة، نقل غريشا إيغا قوته إلى ابنه وهو صاحبه الحالي إيرين إيغا. العملاق الثامن وهو العملاق المؤسس، وهو الذي يعتبر أعظم عملاق بين العمالقة التسعة وله قوى خارقة. بعد موت أول عملاق، العملاق المؤسس وهي ييمير فريتز، تم توارث هذه القوى من ملوك إلى ملوك إلى الملك رقم 45 من عائلة فريتز، ثم انتقلت قوة العملاق المؤسس إلى أول ملك من عائلة رايس. وكان هذا الملك الملك الأول من عائلة رايس هو كما نقول الشخص الأول الذي استعمل قوة العملاق المؤسس بالشكل الصحيح وبالشكل الكامل، وهو الذي كان المؤسس الذي ذهب بشعب إليا إلى جزيرة البارادايس، وكان هو العملاق الوحيد المتبقي لشعب إليا بعد الخسارة، ربما نقول خسارة بعد معركة العمالقة العظيمة. وظهرت طقوس وتقاليد توريث القوة من الأب إلى الابن بالضبط في عائلة الرايس، حيث حافظوا سيطرة أن تكون سيطرة أو قوة العملاق المؤسس تحت سيطرة عائلة الرايس، فتم توريثها من الأب إلى الابن، بدءا من الملك الأول وهو السيد رايس وهو جد فريدا وهيستوريا، ثم إلى ابنه وهو أب هيستوريا وفريدا وهو يوري رايس، ثم تم توريث هذه القوة إلى آخر عملاق حقيقي، نقول حقيقي بين قوسين ستعرفون لماذا بعد، إلى فريدا رايس. في سنة 1845 اتبع غريشا وهو أب إيرين خطة البومة أو إيرين كروغر بالسيطرة على قوة العملاق المؤسس، لأنه عارف أن مالي هدفها هو السيطرة على قوة العملاق المؤسس، أي أنها ستذهب إلى اقتحام الأسوار. إذا حاول غريشا الذهاب إلى عائلة الملكة عائلة الرايس للتفاوض معها حول امتلاكه لقوة العملاق المؤسس، يعني بالتفاوض أو بالقوة، لكن كما لاحظنا أن قوبل الأمر بالرفض، وكانت هناك معركة ضارية بين فريدا رايس وغريشا. إذن هنا غريشا تمكن من أكل فريدا رايس وسيطر على قوة العملاق المؤسس، ونقلها كما عرف صاحبها الحالي وهو إيرين إيغا لديه قوة العملاق المهاجم وقوة العملاق المؤسس. امتيازات العملاق المؤسس وهو أنه يستطيع التحكم في كل عمالقة كيفما كانت ومهما وإن كانت من عمالقة التسعة، وامتيازه الثاني أنه يستطيع محو ذكريات شعب إليا، وامتيازه الثالث أنه يستطيع استرجاع كل ذكريات الأشخاص الذين يمتلكوا قوة العملاق المؤسس، أقول كل ذكريات الأشخاص ليس فقط صاحبه السابق. إذن بما أن إيرين ليس هو من العائلة المالكة بين قوسين كما لاحظتم، فهو لن يستطيع السيطرة على قوة العملاق المؤسس كاملة، لكن لاحظنا أنه عندما يقترب من هيستوريا وهي من السلالة الملكية يسترجع بعض ذكريات أصحاب قوة العملاق المؤسس. إذن ويبقى العملاق الأخير وهو العملاق التاسع، لكن العملاق التاسع لم يظهر إلى حد الساعة، لكن نحن ما نؤكد عليه وما نعرفه أنه عملاق يوجد مع حكومة
مالي. إذا العملاق التاسع يظل غير معروف. لذا أتمنى متابعين الأعزاء أن تكون حلقة قد نالت إعجابكم وهذا التوضيح البسيط بخصوص العمالقة التسعة. إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى الضغط على زر لايك 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 لكي يرتفع ويشاهده كل محبي أنمي هجوم العمالقة ولكي يفهموا لأن كثرة الأسئلة تدور جدا حول أنمي الهجوم العمالقة. وكما قلت إن كنت جديد على قناتنا لا تنسى الاشتراك الآن وصلك جديد كل ما يتعلق بالأنمي والمانجا. كان معكم ساكوراجي من قناة أوهايو أوتاكو ديس. صباح الخير أنا أوتاكو، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. بيس.